برضه اخد رايك يا استاذ عبد الحكيم فيما يحدث على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هنا انا اقصد مش سوشيال ميديا النادي الاهلي، ولكن السوشيال ميديا اللي ضد النادي الاهلي خلال هذه الفتره، وهي واضحه بيتكلموا في اتجاه واحد وهو تشكيك جمهور النادي الاهلي في اي صفقه او اي مدير فني. وهناك بعض الاسماء، يعني انا بستغرب، انا مش قادر اتكلم دلوقتي، لكن بعد ما ان شاء الله يتم اختيار المدرب هقول لكم، لكن اذا لم يكن تم اختياره انا ما اعرفش لسه، انا برضه عشان ما حدش ياخد كلمه يقولها، انه هناك اسماء يا استاذ محمود يا استاذ جمال، هناك اسماء مدربين يعني ما حدش يتكلم او يتناقش فيها في اداره الكوره، ومع ذلك الاسماء دي اترمت. وبعدين قال لك مش عارفين يجيبهم او رافضين، زي جروس، هم على فكره وكيل جروس وطلعوا عملوا انه في حد في مصر اتفاوض، وطلعوا عملوا قصه على موضوع جروس مثلا. أيوة. كويس، جروس ده دي انا قريتها يعني وفايلر وغيره واسماء كتير. لا بس خلينا في جروس، سيبك من فايلر دلوقتي، لان فايلر ليه قصه تانية حضرتك عارف، يعني الاهلاويه يعني الناس اللي بتروح عارفه. فبرضه مهم جدا ان احنا نشرح للجمهور النادي الاهلي ايه اللي بيحصل عشان يبقوا عارفين. يا عبد الحكيم بص يا كابتن، هو في مجموعه من الناس دي يعني من ضمن السلبيات اللي في السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي كلها، انك بتعلي الطموحات وبتعلي السقف باسماء مدربين بترميها في السوق، ولما الاهلي يجيب واحد غيره يقول لك بص الاهلي ما قدرش يجيب، انت بتطرح اسماء وبترمي اسماء. هي مش القصه في النادي الاهلي، النادي الاهلي في الاول وفي الاخر نادي كبير جدا، بس فين؟ في الشرق الاوسط. يعني مش منطقي واحد مثلا ماسك نادي كبير جدا في اي في دوري كبير، حلو، سقفه طموحه بيتكلم، هو شئنا ما بين الدوريات عندنا في الشرق الاوسط وافريقيا او في اي مكان هنا في المنطقه بتاعتنا لا تقارن بالدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الدوري الالماني. مش منطقي انك تقول لواحد بياخد ارقام الالماني صح، تمام، مثلا مارك روزا بالاسم، يعني واحد كان مارك روزا مثلا ده من ضمن الاسماء اللي اترمت، يقول لك مثلا اصل ده رفض. يا جماعه انتوا بتعلوا الطموح قوي عند الجماهير، وفي الاخر طب هو الاهلي طلع اتكلم؟ الاهلي قال ان احنا بنفاوض فلان ولا علان؟ ما حصلش، ما حدش اتكلم. بعد ما تعلي، في بعض الناس بتبقى متخصصه انها تعلي التون قوي. أيوة. في سقف الطموحات. أيوة. جدا تمام، وتذكر اسماء. ده في واحد اتذكر، ده في واحد اتذكر يا استاذ محمود، دي حقيقه. اه مدرسه. لا هوري لحضرتك بعد ما نخلص، احنا معلش احنا بقالنا 3 4 ايام شغالين على كام اكونت كده، اكونت محمود صبري مثلا، خلاص ممكن عمر يتكلم في هذا الامر، اكونت محمود صبري مثلا، فمحمود صبري بنلاقي ان هو عامل 30 اكونت. ايوه. وكاتب ايه؟ كلمتين، هي الاداره الفاشله مش عارفه تجيب لعيبه، هي اداره الكره الفاشله، يعني بيغير كلمه دي اصلا، اداره الكره الفاشله يعني. بتغير، مش عارفه تجيب لعيبه، هو مارك روزا ولا بتاع روزا ده مش عارفين نجيبوه. اصل فلان هي نفس الاسماء. ايوه ايوه، اللي هم ال 30 40 اكونت دول، فتوصل للاكونت الاساسي. هو اكونت واحد هو اللي بيشغل ال 30 دول، فتوصل له هو واحد، هو واحد. تخش على البروفايل بتاعه زي اي حد ما بيعمل، تخش على البروفايل بتاعه تلاقي ايه؟ حاطط فانيلا مش حمرا، ومعروف، وبيشتم في النادي الاهلي. فانيلا سودا بسبع خطوط. ما اعرفش، لا مش هقول اللون الفانيلا. فانيلا سودا بسبع خطوط، ما انا بقولك مش هقول لون الفانيلا. ف هو ده اللي بيحصل بالظبط. فانت بتعلق ده، في واحد من ضمن الاسماء اللي اتطرح يا كابتن بيشتغل ب 12 مساعد. اوكي. يعني ده بيشتغل في الانديه اللي فوق خالص، اللي يعني مهما انت عندك مكافاه الدوري المصري كام؟ مكافاه اي بطوله عندنا في مصر بكام؟ لما اروح اجيب مدرب بياخد مليون دولار بره شهريا، ده هل ده منطقي؟ مش منطقي طبعا. اه دوري عندنا جامد. طبعا الدوري في عندنا دوري جامد قوي طبعا. فطبعا في ناس بتبقى قصده انها تعلي السقف قوي، والاهلي ما بيطلعش يتكلم عشان في الاخر يقول لك ايه؟ الاهلي ما عرفش يجيب المدرب ده. بص يا كابتن، الكلام اللي بنتكلمه هنا مش معناه ان الجماهير ما تقولش ان في صفقات جايه، لكن لما تيجي تتكلم وتمسك زي ما الاستاذ محمود اتكلم، تمسك السكواد بتاع الاهلي هتلاقي فيه مثلا 12 لاعب لعبوا منتخبات وثلاثه اجانب لعبوا منتخبات، يبقى 15 لاعب. ده غير اثنين او ثلاثه كان بيلعبوا منتخبات ودلوقتي مش في منتخبات مثلا. وفي مجموعه الناس اللي صاعده كلهم منتخبات ناشئين. احنا كلامنا ده مش معناه ان الاهلي مش هيجيب صفقات، لكن انا بتكلم خدت الكلام اللي انا قلته في الانترو. انا دلوقتي حتى ببص لقيتهم كلهم كاتبين ان اسلام بيقول ان يعني ما فيش صفقات. لا لا لا. والله يا جماعه في صفقات، بس انا مش قادر يعني. احنا بنتكلم يا كابتن على اسماء لعيبه في المنتخب. هل حد ينكر محمد الشناوي كان في المنتخب وما زال؟ محمد هاني، كريم فؤاد، اكرم توفيق، ايمن اشرف، عمرو، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، عمرو السوليه، حمدي فتحي، قفشه، محمد شريف، عمار حمدي، الناس دي ما لعبتش منتخبات؟ لعبوا. حسين الشحات وطاهر ما لعبوش منتخبات؟ لعبوا.
ديانجو علي معلول وبرستاو مش في منتخبات بلدهم؟ الاسماء دي كلها مش في منتخبات؟ شرقيه ورافت خلي الناس اللي صعد كلها مش في منتخبات؟ احنا ما بنقولش، احنا مش بنقول معنى كلامنا ان مش هيلعبوا. النقطه الثانيه، كابتن الاهلي بيدفع ضريبه نهايه الدوري بعيدا عن اللي هو يتضاد معاه فتره انتقالات في كل حته في العالم. انت جاي دلوقتي تدور على مدرب، وكل العالم كل انديه العالم مرتبط مع مدربين، وكمان حتى عايز تجيب بداوا شغل فعلا، وبداوا شغل ده بدا شغل من شهر 7 المعسكر بتاعتهم دلوقتي الدوريات بتشتغلت. كمان اللعيبه، انت لو عايز تجيب لعيبه ده مش برده مش معناه لما انت هتيجي تتكلم هنا يقول لك ايه ده، بص ده بيبرروا ان الاهلي مش عارف يجيب. والله ما ده المشكله، لكن انا ما عنديش مشكله. لكن دلوقتي الناس الحمد لله والشكر لله الفتره اللي فاتت لما الحمد لله بنقول حاجه الناس تطلع تهاجم شويه، بعد كده بتعرف ان الحمد لله والشكر لله الكلام اللي حضراتكم وبيتقال هنا في هذه القناه ما هو الا الحقيقه فقط، وده حقيقي فعلا. فكابتن الناس الاهلي بيدفع ضرب، هو اي حد في العالم مش عارف ان فتره القيد والانتقالات في كل دول العالم خلصت واتقفلت؟ اللي احنا لسه هنبدا 1/9 ده مش منطقي. انت دلوقتي يعني عايز تجيب لعيب، في صعوبه انك تجيب لعيب، ومش معنى كده برضه ان الاهلي مش هيجيب، لا الاهلي هيجيب لعيب. دي وجهه نظري ان الاهلي حتى لو محتاج يبقى محتاج لعيبه بشكل معين. وبنقول للناس اللي هي بتعلي سقف الطموح عند الجماهير في مدربين، مش الاهلي، مش قصه الاهلي، قصه المدربين دي ما ينفعش تيجي تشتغل في الشرق الاوسط، ما ينفعش تيجي تشتغل في افريقيا بشكل عام. بس